إلزم كلام أكابر العلماء. يقول فضيلة الشيخ: إذا خرجت المرأة في وقت الحداد إذا خرجت المرأة في وقت الحداد لزيارة ابنها الصغير الذي في المستشفى بسبب حادث قد أصابه، أو ذهبت إلى المحكمة لقضاء حاجة لها أو لأولادها، فهل تحسب هذه الأيام من الحداد؟ أولا أقول: زيارتها لولدها وهي في الإحداد لا يجوز، لا تجوز لا ليلا ولا نهارا، لأن هذه مصلحة تتعلق بالولد، إلا إذا تعبت نفسيا ولم تستقر حتى ترى ولدها، فحينئذ تخرج إلى ولدها في النهار وتزوره وترجع إلى مقرها. وأما الذهاب إلى المحكمة فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أن تذهب مثلا إلى المحكمة لحصل الإرث أو للولاية على أولادها أو ما أشبه ذلك. المهم أن خروجها لحاجة تتعلق بها جائز، وتتعلق بغيرها لا يجوز، ما لم تصل الحال إلى قلقها وعدم راحتها فلا بأس أن تخرج من أجل أن تستقر نفسها في مقرها.